لسه مكملين طبعا مع التنس الارضي، والحقيقه دلوقتي بقى هنتكلم عن الختام الرائع لبطوله الجمهوريه لرواد التنس بمقر الاهلي بالجزيره. يعني يمكن منذ ايام قليله جدا كان ختام بطوله الجمهوريه لرواد التنس، واللي حملت اسم الراحل طبعا تيسير الهواري، تخليدا لذكراه ومجهوداته كعضو للنادي وواحد من ابرز اعضاء لجنه الحكماء بالنادي الاهلي. خلينا اقول كمان ان يعني يمكن في بكره حفل تأبين للراحل طبعا، وهيشارك فيها اكيد عدد كبير جدا من قدامى النادي الاهلي ونجوم النادي الاهلي يعني تخليدا لهذه الذكرى. البطوله الحقيقه شارك فيها 282 لاعب ولاعبه، واتلعب فيها حوالي 315 ماتش. كان المستوى فيها يعني عايزين نقول ان هو كان مميز جدا، وكان فيها نديه كبيره جدا، والماتشات كانت على مستوى عالي الحقيقه. ولكن يعني خلينا نتكلم اكتر عن ختام البطوله. يعني حضروا عدد كبير من قيادات النادي الاهلي التنفيذيه، يمكن كان على راسهم المهندس محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أيضا حضر الأستاذ خالد مرسي مدير مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وحضر كمان كابتن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، وأيضا كان من ضمن الحضور باهر سعيد مدير البطولة، واللواء طارق صبحي رئيس جهاز التنس الأرضي بالنادي الأهلي، ويمكن كان أيضا من ضمن الحضور أحمد عبده عضو مجلس إدارة اتحاد التنس الأرضي. هي زي ما احنا معودين كل يعني جماهير النادي الاهلي ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي، ان مع ختام هذه البطوله كان ضروري جدا ان كاميرا الابطال تكون متواجده وتصور يعني التقرير ده اللي اتكلم فيه عدد كبير جدا من الحضور. نتابع التقرير ده ونرجع لكم مره تانية عشان نكمل اخبار. البدايه خرجت يعني من هنا من جهاز التنس، ومع ان احنا في مجلس اداره قررنا ان احنا لازم يبقى في تكريم للحاج تسهيل هواري رحمه الله عليه، بان احنا اتفقنا ان احنا يبقى عندنا تأبين في الأربعين ان شاء الله، وهيبقى عندنا في نفس الوقت قاعه هتتسمى باسم الحاج تسهيل في فرع النادي الاهلي تجمع قاعه الاعضاء الملاصقه للمجلس ده لقاعه مجلس اداره. وهنا من التنس يعني الناس فكروا ولقينا جواب جاي من الاتحاد المصري للتنس، بشكرهم جدا 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 كابتن اسماعيل الشافعي وكل الناس اللي موجوده على اللفته الطيبه في ان هم افتكروا الحاج تيسير كرمز من رموز النادي الاهلي اللي قدمه للرياضه في النادي الاهلي والنادي الاهلي بشكل عام يعني. فهي الفكره ابتدت من هنا ودخلت مجلس اداره وتم الموافقه عليها في مجلس اداره. فالحمد لله رب العالمين، لفتة طيبة جدا من كل الناس. يعني أنا سمع أنه أنت كنت مقطع الملاعب التنس زمان. يعني الحمد لله أنا لعبت تنس في النادي الأهلي، كنت كابتن فرقتي 12 14 16 18 لغاية درجة أولى ورجال. وأنا في النادي الأهلي بالنسبة لي يعني هو حياتي كلها هنا في النادي. وبعد ما خلصت أنا كنت مدير فني للنادي الأهلي، وبعديها كنت رئيس جهاز، وبعديها كنت مستشار لمجلس اداره وفي لعب التنس، وبعد كده بقى عضو مجلس اداره تحت السن لغايه حاليا عضو مجلس اداره. فالتنس بالنسبه لي يعني هو زي ما بيقولوا كده حاجه ما اقدرش اتخلى عنها خالص. يعني التنس بالنسبه لي هو حياه. يعني بنحمد ربنا على اللي حصل السنه اللي فاتت، وده مش خالد العوضي بس، هي دي منظومه النادي الاهلي، هي دي مجلس اداره مع جماهير مع اجهزه فنيه مع نشاط رياضي، هي منظومه كامله متكامله ربنا اكرمنا فيها، كل واحد عمل دوره فده كان النتاج بتاعها. الموسم اكيد اصعب موسم ممكن يعدي على النادي الاهلي الموسم ده، وبس في الاخر اقول كلمه واحده لجمهور النادي الاهلي، انا واثق تماما في لعيبتي واثق تماما في الاجهزه الفنيه زي ما مجلس اداره واثق فينا، واعتقد ان احنا نعمل موسم باذن الله. باذن الله هيكتب برده باذن الله، اتمنى ان كل واحد بيعمل شغله كويس. احنا الحمد لله بادئين السيزون ببطوله افريقيا، وبادئين السيزون بماتش سوبر في باسكت نحمد ربنا عليه، وبنقول لعيبتنا دايما وبنحفزه ونقول احنا عايزين نعمل موسم مختلف، واللعيبه هي عندها الحافز وعندها الدوافع، واكيد اي حد يلعب في النادي الاهلي عنده الدافع اللي هو دايما يحقق بطولات. الحقيقه مجلس الاداره الفتره دي يعني بالذات بوجود كابتن محمد غزاوي يعني بخلفيته اللي اصلا من التنس فيه اهتمام كبير قوي بمجال التنس وبرياضه التنس، ويعني واثرت على النتائج حتى بتاعه الفريق الاول. انا بالنسبه لبطوله الرواد انا جديد على الموضوع يعني، بس بصراحه تنظيم هايل وفي اهتمام، اول مره اشوف بطوله بتنظمها بالسهوله والسلاسه دي بصراحه، يعني حاجه مشرفه جدا. يعني الناس لقت حاجه
حاجات ما كانتش موجوده قبل كده بصراحه من مجلس الاداره. بقى في مساعدات كتير قوي، وبقى في الجهاز الفني بقى على اعلى مستوى، واحنا اصلا عندنا لعيبه كويسه من طول عمرنا، فالناس لقت حاجه تشجعها. ففي اهتمام من ناحيه اولياء الامور، من ناحيه اللعيبه، ومن ناحيه الجهاز، ومن ناحيه مجلس الاداره، وده انعكس على النتائج بتاعت الفرقه الحمد لله. يعني احنا كاتحاد قررنا ان احنا نعملها باسم الحاج السياوري الله يرحمه، لان هو الراجل ده قدم للنادي الاهلي انجازات كثيره قوي، وقدم الرياضه عموما في النادي الاهلي حاجات كتير. وانا غير ان انا مدير البطوله، انا عضو في النادي الاهلي من عندي 9 سنين، كنت لاعب كره يد قبل كده، وده تحديدا لاعب تنس. فطبعا نادي الاهلي ده بيتي، وحاجة تسير هواري ده يعني حاجه ثانيه بالنسبه لنا خالص. فكان ان احنا لازم نسميها باسمه يعني للانجازات اللي هو عملها النادي الاهلي. طبعا النادي الاهلي طبعا بيهتم بجميع الرياضات، وبالاخص التنس مهتمين بيه جدا طبعا. والحمد لله السنه دي النادي الاهلي عمل انجازات كثيره قوي بالنسبه للتنس، اللي بالنسبه للرجال والناشئين، وبالنسبه للرواد. وده اللي شجعنا كاتحاد ان احنا نعمل بطوله في النادي الاهلي.